الرجاء، رجاء كل الرجاء، رجاء كل الرجاء. يا شباب يا حبايب قلبي، اللي بيتغدى يتغدى، موسى يتغدى، جعل فيه العافية يا موسى، جعل فيه العافية يا موسى، تغدوا عليكم بالعافية. ليه كثرت الماء؟ انا قايل لك انك كثرتها. موسى اسحب الفرشة شوي، خلصوا غدا بعدين ايش؟ بعدين الا الحاجه ذي عاد خليك محلك انت. ايوه ابي كاس. لا عادي عادي قريب. سيف سير لي كاس. ايش قلت اليوم كرامتكم؟ ابلها حلبه. يلا اخذ لك احسن مني. يا سيف انت عبد الله بعد ما نخلص عندنا هنا حاجه. خذ لنا مويه، جيب لنا مويه. يا جيب لنا مويه. حبيبي انا ماني جاي، ماني جايك بنبه من اقصى الجنوب اقعد ثلاثه وصدق اسولف وهذري، بس جاي اهدى يا شباب اقول لك معلومات. اذا لا تسهل بالماء لو كنت نهر جاري. ها 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 يا اخي شوف شوف ايش رايك موسى، شوف جايب لك. ايش رايك موسى؟ موسى لعبت فينا يا عبد الله. قلت بسم الله. بسم الله بس انه ما ولا اخذ جيب فاين ومسح. بس انه ايش ما تقطع كله. امسح لنا يا عبد الله. بمسح بمسح ما تقطع كله. شوف البرتقال دي ولا ليمون؟ يا هي معاد ليمون برتقال. خذ لنا مويه. ها ليمون برتقال فهديمها نعمة. امزح امزح برتقال. جيب من جيب. ايوه وخذ لنا مويه بالله. جبراني رجعت منكم. بسم الله عليك يا فضل الله. ايش رايك في النوم يا ابن منى في بيتك؟ انتظروني. قعد قسما بالله حياه. انا ما احب انام في مجموعه ناس وعالم. بسم الله. قسما بالله علي العظيم ما احب. جبت مويه؟ ها؟ شو؟ معك وانت جاي من البقاله. من عند البقاله؟ وش البقاله انت ايش؟ اعلان ذا ايش؟ بسم الله. خلنا نسمي بالله ونبدا ناكل. سم بالله وكل باليمنى فرسول الله وعلمنا. اب كل يوم يحسبوني منحاش. أنت نايم في الخيمة صح؟ نايم في الخيمة. بس ايش رايك فيني صحيتك؟ تحسبوني من حال. ما شاء الله مسافر مسافر. ما نايم في الخيمة. لماذا جيت قومت للظهر؟ لماذا لم تأتي تقومني الظهر؟ أنا يا خايف. لماذا؟ أنا أسألك أقول لك لماذا؟ ما قلت لك إذا فقدتوني عيالك تلقوني كل الناس يقول صحني صحنا. يا أخي نمت هنا في الخيمة. يزين هنا. صح ذا و يا الله لحق الصوت. يا ولد راحة. خذ ماي. راحة نفسية يا أخي. خلي موية. أزم منك تنام 18000. عبالها حلوة. راحة نفسية قسما بالله يوم نمت الخيمة. حسيت بلذة النوم يا ولد. حسستني يا اخوي حيوان انت. ما دخل ما دخل لا لا انت تحسسني اخوي حيوانات لا. في ناس يا اخوي امانة شكل راحة في ذمتك. اكسدين طبيعي. طلب 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 تهدي بهرجي. طلب تهدي يا اخي. نايمين والله لان انا وانت البارح يدك لازم تشد هد. طيب. نايمين الساعة 5:30. صح لا في ناس كذا ما اقدر اسولف لها حق جد صح صليت الفجر على الطول ايه لا قاعد نسولف شفت يا الله يوم قاعد نسولف يوم يوم نرقد يا ولد سالفه مخيمك الله وش معه وش معه وش معه خبل وش معك خبل خبل ايش الازرق ذا اللي كرتون من شنو قمت الساعة 12 ترى ترى قايم الساعة 11 ونص هبلة ثفة الساعة 11 ونص تبعهم لو انا يمين داخل قسم بالله تجي الساعة 2:00 3:00 انت متفكك النوم اصدق وانباء من الحطب في
في حد في حده النار بين الخبز والمراقي. بردك بردك بس لاكم منه. اوكي. يا معاذ. موسى البابي يا معاذ. اكل معاذ. هب لنا مغاير. رحت جوا طيب خذ لنا. عنا مويه وش كذا. كله مليان داخل حتى ما فيه سيف حبيبي سيف جيب لنا معك مويه واجد 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 سيف لا بضغط ليمون كثير سيف هذا ما تجيب لي ذا وانت رايح متعب عمرك يا اخي قهر يا اخي يا اخي ليت ابو مثلك 20 ليت ابو مثلك 20 شلون ذي لا تسحب الله سيوف الله يبيض وجهك سيوف شكرا بدقها في راسك تاخر الله راح بخليها تمثال عندي يا شباب عشان سيف يعني جابها وضحى عن نفسه ما يشربها ويموت عشاني انا اشربها اهدى كل 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 راح بحطها تمثال ذكرى لسيف اي بالله لا ما اكلت لقمه حتى منها قاعد لا 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 كل واسكت ليه ما شفت لك يعني بعد صوب ينفعك قاعد تهبل هناك كله وعك منه ليه ما تبين السؤال؟ لأن الأكل يعني يصلح أنك تحترم الأكل وتأكل وتسكت وكذا أما معاذ ترى هناك قاعد يهدري مسوي فيها صحي حليلة معاذ اليوم الظهر لا يهاجم يصرف علينا ما شاء الله الايام دي اجواء حلوه الايام دي اجواء حلوه انت بلطيها يا محمد الو اقول الايام دي اجواء حلوه زين زين موسى يا حلال هلب الحين عندها قبلها حلبه بست والجو ذا الله عليكم وقتها مشهور كذا واصور صور تفنن عند البل كذا طبعا لو رحت عند البل ما راح تفنن تصوير راح اصور كذا وعد وهبت تدري انا بسوي انا كل يوم بحط لي جلسه من الجلسات حقي اللي جبتها هنا انا في قمه من فيفا واصور الضباب تحتي والله ترى تخيل بعد القمه تدري الضباب وتشوف الضباب تحت مغطي البيوت مغطي الجبال اللي تحتك وانت في القمه والله عندي مقاطع كذا كثيره يا اخي اقول لك شيء لانك خبر ما تعرف تصور تصوير احترافي والله شفت الجوال القديم هذا بدون ذكر اسم تصور فيه اوف الجوده 4K عبر عن شعورك شعوري تخليني اكل واجي امصعك خبط ايوه يا الناضج وخلك كذا اذا في دم صقع يا سلام ودي تجي تتغدى معنا ام الناضج لو تو الناضج لو يجيب لنا كنافه كنافه الظهر احب الكنافه لا خلاص لا غدا نلعب برا احب الكنافه يا اخي يلا عيال ليه ما تكونون انتم حركيين يعني نلعب كذا نستانس اتحداك حط مسافة بيني وياك وجري اللي يسبق الثاني عشان أعلمك أنا في الجبل أوقف السيارة وأحط رجلي تحدي بيني وبينه لا طحت ما إذا طحت أنا ما أنا مسؤول أنا برا وش برا أنت يعني إذا خلص الفول أنا ما أنا مسؤول لا خلص الفول أنا مش مسؤول يا جل انا قايل لكم اول كان ودنا مع بدل سيف 20 لا 40 زودوا 40 يستاهل سيف لا سلامتك الله يعطيك العافيه لا بقوم كان مغارب الصلاه اهم شيء الصلاه بيل هذا الحين بدخل هو معك سيف اقوم مناكل الحين وفريقك سيف بروح طال عمرك لا
هديك يا احمد. خذينا 250 نقطه، انا اخذت 250. خذكم انت احمد. انا اخذت 250. و100 100 من اخذها؟ المي حق الجمهور. انا ثانيه. احمد كل يوم 250 250 له. حلو، وين طلع بلوش؟ انا الجمهور ان شاء الله ما يخليني ان شاء الله. تصدق عني ومان. وبكره المطبخ شرب الساعه سامع. لا مهند طلع 100 الجمهور بعد مو تقول انت احمد شمري. خلاص 300 يا جمهور. اليوم 300 جمهور. ها 300 جمهور يعني 300 يروح تروح الثلاثه وواحد بلوشي. يا وجه الله شيف راح بلوشي. ها شيف يوم بلوشي. الله يزبر البرتقال عساه برتقال فريش. اطلع طال عمرك رتب جلستك نضبط الخيمه. راح اجيب كرتون مويه. حلو نجي نسوي لنا حليب بالزنجبيل. حليب 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 لا من زي اللي مهيله. تدري ايش؟ مهيله. لا يفتحوا لا يفتحوا بطن اي واحد حصل حليب. صدق والله. لا تشربوا بالماء لو كنت صغير. عسل برتقال جميل. انت اجمل. افطرت اليوم الصباح؟ نمت بعد ما جربت. شوف تجي من عندنا تروح ترجع تروح ترجع. كم مره رحت؟ رحت مره واحده ورجعت بس. لا مرتين. مره واحده. والله مرتين. والله مره واحده. بعدها قام ابان. دكتور. يوم قلت له يسكر الباب. لا في واحد ثاني جاي من اللي طالع نفسك لابس نفس الجاكيت. يمكن نايف. انا طالت من الشجر من المزرعه. مفصول الفيوز عانها على الفراش حقه. برد اساسا. الله يعافيك يا اخي. حلوه منه. حلوه من النوم. يمكن والله الليله لا اسمعنا نام هنا. شوف. والله انا نعم والله اني فاقدها. قسما بالله اني فاقدها. انا فاقدها جدا 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 جدا. ليه؟ تعرف الشيء اللي متواصل عليه بعدين تفقده مره على طول؟ انا كذا طبعا في البيت انام. اللي متعود متعود ايش؟ انام عند البر فهمت؟ وعلى ايام الشتاء تحرات يجي ود عشان اشبط النار اسوي لي جمري. والله لو في سبب بس اضبط لكم الجمري. والله اضبطها. بس ابي لي ثلاث اشياء صاج ولبن وسمن خلاص زال الباقي. قلبها 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 محطه تحت الجمر احط الملة عليها بعد دقائق يبيلها سمن طلعها طخها يدبدبهم يلا قلبها اقطعها واحطها بالماعون اللي هنا الماعون لا حطيتها فيه قلت بالسمن عليها انفركتها ام قلت باللبن عليها انفركتها ام يلا البد بالخمس راي زينه زينه اني فاقدها صدق اسويها الصباح اسويها ليل والظهر اسوي غدا يوميا 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 بس انا ما اظهرت ما اظهرت ما اظهرت مهاراتي في الطبخ ولكن باذن الله راح اظهر ان شاء الله اذا وفروا لي الصاج. وجو الصاج ما في صاج طاوه في وجه لا طاوة ما تزبط. لو ان قاعتها زينة قاعتها من وراء تحت شفتها لو قاعتها زينة استخدمتها قاعتها ماشي. كتبت فيك شعرا ونثرا وما وفيت بقدر يا عشقي الأول ولا من توجد على قبر أتعلم أني ما زلت أهيم بقبر عايم من فوق عايم من فوق عايم من فوق
سلام. ايش تسمين رشا؟ انت منهم؟ مرحبا ومسهلا. انت منهم يلا حيا. اشهد انبه جو. اشهد انبه جو يا ابو فراج. الله حي فلاح. فلاح؟ اذبح. طبعا طبعا انا ترى مسوي رجيم. ليه؟ تعرف رجيم تبي تختم يلا؟ تعرف السمنة؟ لا مو السمنة، لا تعرف يقول شو اسمه؟ رجال مهاوي ما ياكل. ايه هاوش يعني ودك بالزواج يعني فهمت؟ ايش دخل؟ اللي يحب ايش دخل؟ شلونكم يا ربيع؟ ايش ذيك كيف النوم؟ اوخ العيال النوم تدري وين نايمين فينا؟ والله نومتهم حلوه يا فلاح في ذمتك والله يا صباح احنا المرضى من ياكل يشهد علي الله تتعبون يشهد علي الله لا ما متعب اني صاحي الساعه 11 ونص مسكرين التلفزيون يا ولد الله يجزاك خير صك قايم الساعه 11 ونص يمينا بالله متنشط متنشط نواف والله والمطعم اسمك محمد عيسى خذ خذ ماخذ كابي صح؟ ليه؟ شباب عرفت الكاب؟ اللي بكره اللي طبعا هذا كاب اثنين عندي خبز برت عليها كلهم خلود على محمد خبز. على فيصل طلال وعلى اسامه وعلى وعلى دورت عند هذا كلام يقول كل مشروعك مبروك بعدين عندك كابات حلوه انت ما دريت بهم عندك الازرق والاصفر بس اني خلي ذا بمر على الازرق الحين تمر على كابات مر على الاصفر بعد مر على كابات بس انا اعلمك قول بس انا مر على مر بس ارده اقولك نايم الساعه طلع بس طلع خمس ونص والله اني يوم جيتني اليوم قايم عيام الساعه 11 ونص شبعان اتمغرب اخ النوم صح محلوها. النوم اللي هنا براد اخ النوم احلاها براد برد جو حلو شو يا عبود انا صدقت اليوم يوم قلت عمرك يوم صخت ثوبي انا الظاهر في في اسمع طلعت يا زف يوم كلمتني يوم صخت ثوبي صدحت طال عمرك وطق البشت بغيت البشت انا اخذ البطانيه وش ذا بغيت اغص وانت يوم سالفته يوم قلت لي يا عبود تكلمت تقول لي العصير يوم تكلم وانا اشرق لا يا فقدوك هذا هو يا هذا شنو شنو معاك شنو هذا سلاح تروي ضد الباء يا ولد يا ولد انت تنقص على الباء ما هو بالباء والله انا اعلم الله يا الله وهم يتغدون تقول ورني تقول يا الله هو اللي جاي اخر ما تقعد تقول ورني هذا وش عصير لا تقول ورني شيء لانك تشوف نعم ود هذا لا هذه قافله انا احس فيه فضول ودك تشوف لاني ادري انه حفله قبل شيء قبل صلاه العصر اجى جايني قميدي في شخص جيت عين سبحان الله وقف قدامنا ذا ورني يمشي الانسان طبيعي لا مو هذا لا وش ذا انا مت يمشي الانسان طبيعي عرفت بس ما في دم سبحان الله غلط خبرت صح الله اللي يوفقه يا جماعه كله عشان رياكشن في الاخير والله انت تاليفه من تأليف من ضاري ومن فوق من تأليف المعاد يا ولد ماذا عين ايه صحيت اليوم الساعة كله عشان عشان رياكشن في واحد بعد حد انا ما توقعت والله انت حد يجي سوي انا فوق والله انت كانت فيه انت جي وجين يوم جاني يا رجل انا افتش فراشي قلت خير ان شاء الله كله عشان رياكشن ويطلع على طول برا ولا استفك شيء ان شاء الله يجيبونا بدون تحيز اليوم مرك مركم لا ما ادري انا قمت الساعه 11 فصلتنا على العامل اللي هنا والله زعاد مريض انت قمت العامل كذا يا ولد ضاقت اسمع ضاقت يا ولد جاء عند خيمتنا وينطل لي فوق الخيمه شفت فك الماب ما درى انكم فيه انا اسمع صوت ماب بس ما ادري وين فيهم انا مع الخيمه يصب انا قلت مريض انت قال ما ليش ما في معلومة أنا في نفر هنا يسحب لي ليه طيب حركة دي ليه الخيمة يا ولد صب علينا صب 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 ما درى ممكن أسمع صوت موية بس ما أدري وين هذا الماء كملت النوم ولا لا طبعا ما صب علي لا صب على الجلسة اللي ورا اللي ما فيها فرشة ما جانا شال اللي وارجع أرقد كملت النوم يعني في رفيقي اللي راقد
معين انا لا لا نمت في خيمه ولا سالف خالد اخي معايا بير مين كني اخي تابع معايا بير مخيم والله اني خايف على رفيقي انه يبدا يسكر رواق سكرنا مايا نزل رواق على وش على والله خفت ان الرواق يطيح على الجار ومن يشب ولا يكتمكم الجار قال لك بنشب هل من جات بسيطه لكن جاتنا تلقانا مفحمين هذا ايوه ضبط الامور سدد لها طال عمرك ومتى قمت؟ 11 قمت وفصلت عامل اول تنام قمت 11 ونص اتمقط فراشي من عندهم؟ هنا لي خذ لي اتمقط فراشي شو جاي نواف شويه سمعت الصلاه وانا اقوم ادخل اتوضا واطلع اصلي حلو ارحب يا مايد بس ارتحت صح؟ شلونك؟ اكره ارتحت من الكتف اي والله هنا ترقد تكون مريض هنا ترقد محلينا جايبين هنا اللي بالزاويه يا اخي كتمه يوم رقد ذاك النار محل حمد دي ولد قمت ولد على طول ما مدى قال لي واحد مني حمد على طول قمت هل تصدق ان المحل له دور؟ اجل يا ولد يا اخي منقر يا اخي ودي يا اخي نومي يرجع زي قبل يا اخي نومي قبل يعني زين كنت يعني على خفيف الحين صار ثقيل بدي عشان ما ننام الليل عشان اتوقع عشان الشتاء الشتاء تراها ها ما ادري لاني ولد حتى في ايام الصيف يعني كنت انام متى؟ انام الساعه 12 اقوم قبل اذان الفجر هذاك ايام كنت ماسك المسجد اروح المسجد واذن وكنت عادي متعود اقوم الناس تقول ايش تعرف نظام الشياب؟ نفسه الناس قصدك متعود والحين طق عمر عليكم عافية ما ادري عشان ما انام الليل اتوقع عشان ما انام الليل يا اخي والله تعب ترى المفروض يا اخي يخلوني يا اخي انام الليل يا اخي جسمي بعض هم يعلمونا مو احنا نعلمهم يا اخي بعض الدور شو اسمه وشنو شو اسمها؟ خلايا الخلايا ما ترتاح ما ادري ايش تشتغل الا في الليل صح؟ لا تحدى انا اتوقع انك انت من الاسبوع الجاي بتنام بالليل هذا انا كنت قاعد امك طلب في اداره الاداره تفهمها زي ما تدري من الاسبوع الجاي مبروك تنام بالليل لا 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 عندها هلك بعد لا لاني انا وانا قاعد اتكلم فكرت فيها انت قاعد اخطط اني الفها بس هو نزل بنقفز على طول ما آه يا رجل ما قرب الصير يا اخي تبكينهم زي بعض خلاص هد خلني افكر طيب بعدين راح اتخاطر معك اعطيك مخاطره انك ما تكلم ها اعطيتك واحده كح كح جات غلط غلط اسف اسف كذا ما كنت اتكلم اعطاك مخاطره في كح اعطني شطاية شطاية باب الحارة فرع بيشة ايه بس اعطيك تبي مسقعة تريد مسقعة ولا ما تريد لا ما بطيئه ما بطيئه ابدا نهائيا بالعكس هذا حلو جميل جدا وبياكل منه صديقي ابو فراج فلاح ابو فراج فلاح ابو فراج بتاكل من المسقع لك ابو فراج تاكل من المسقع يا ابو فراج دقه في الرز خليك ترجع اذنيك عطا تغد 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 ازيلك زلي واذا ما بتغدى اذا ما وين حمد يا اخي العيشه الله يا اذكر مره ايام يوم اتعلم طبخ الكبسه سويتها خلصتها ونزلتها وجبتها وحطيتها عند ابوي والعيال مستانس سويت كبسه اتحداك طبعا الدجاج اتحداك دم احمر وذا راح لنا الرز حب تدري منين هو جاي حمد حمد تدري منين هو جاي الحين ما دقوا تدرون حمد منين هو جاي الحين من عمان والله والله متنكر حلو عجبني هل تصدق انا منين جايك الحين اليوم زارف العويس يا جد ايوه فاهمني ما اخذتها من العويس يعني انا ماني بذاك الغواء ترى ادري انه بيتخلى علينا بطابع عماني انا اتوقع حتى صوتي يتغير الى صوت العويس حمد مرة ما مرات حماد مال بس الرز كان حب بس الدجاج مستوية
وجه واحطه يوم جو كلونا ويتنكلوا بفقه معدقله وعود اخذه ورد في القدر زود مويه وشم مره ثانيه ليل يستر زود طلع بغيت تسمم لهم الله لا يوفق ادوك انا دايما طبخت اتفنن والله دايما اتفنن اتفلسف ما تفنن ما بيفن يعني لو كان في خضرة اقطع سلطه واظبط واظبط بشكل ايه واصب موي يعني اشتغل الفن عند الذوق اذا الذوق كفو هذا فن خلاص انا عند الذوق بعد لا انت تقول ردي بس صدق والله يا الان اني ما شاء الله تبارك الله يعني من افضل من يسوي الجمري بعد ابوي على طول سوي جمري يبينا بس هذا الشيء هنا يبينا سمن ولبن وصاج صدق موجودة لا صدق ما فيه تخيل برنامج يجيب لك صاج بريض قد ليه بدو عند حلال الحين وش هو مو بيعيش واقعي اسوي له جمري بالنار احنا يوميا شبنا مستحيل يوميا غازنا الصاج في الملة ويحطه عليه شوي طق 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 له يدبدو من اظهره صح هم يلا قلبها حتى هم يسلمونها اثنين شقردية ويقولون بها لا مطاسة خلص المطاسة قل بس عليها مفرقة قل بلبن عليها مفرقة تاكل صار كرة أكيد هيا خلصوا عشان نبى نروح المزرعة في حاجة تنبسطون منها إذا خلصتوا ملعب صابوني صح يلا والله تفكيرك زي تفكيري أنا اليوم ناوي ألعب ملعب صابوني خلصوا بالله تعالى المزرعة والله نلعب نعم قفينا نروح كنا متعبيات في حركة فيها لا ما لعب هذا حلم سوي شاهين يا أخي شيء مقدم أنا والله حتى لا إله إلا الله أبو أدل زي الصابوني إيه بس انقاط يا أخي المفروض يا أخي أبشر المفروض حاطين الأرضية دي زي الأرضية دي خشب على الأقل أو نصها عشان بس كلبها على طول زي كلام زحلق لا تفاجئهم مرة شيء بسيط أباكم تنبسطوا الله قد تبسطني يلا خلصوا غدا بعدين يلا على المسرح يلا انا انتظركم هنا يلا ما عنده شيء نهائيا ميديانا ما عندي شيء ابدا ما عنده اي شيء ما عنده ولا حاجه هو الوحيد اللي ما يدري انه ندري انه ما يدري ما عنده سالفه الوحيد اللي ما يدري انه ندري ان ما عنده شيء ولا عنده سالفه بس يبينا نروح هناك مسوي نفسنا نتفاجئ على الفاضي وانا اعرف معاذ دايم مسوي نفسه يعني انا عندي شيء هو ما عنده اي شيء تلقاه يجي يفرحك وتستانس على بلونه واحده وش هذا مايد هذا يستر عليه ماجد عيونه اليمين كوم وعيون اليسار كون ثاني اليمين ثقافه وفنون وشعر وادب وتاريخ عيون اليسار صبر ترفيه ورد عليه تحداني رد عليه حبيبي هذا يسمى التوازن لازم كذا ايوه ايه هذه توازن هذه مو بعض الناس بو 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 رايح راس يمين ليه لان اليمين مسكينه عليها الحمل كلبه وهذا زيك والله يا حبيبي اليسار بس تجيها بلونه واحده تعدلها على طول بلونه واحده بس تعدلها والله يلا بس انت تتغدى خلصت خلاص يلا بنروح بانقز مني وبروح يلا يا باص وجهي اصبر الحمد لله اللي طالع رزقني مع ورعه لا صح خليني اكل زين والله تبى صدق ما شبعت لازم اشبع عشان ايش عندي علاج عطني خبز ورك خبز عطني خبز قل بر جر ايش هو جر برجر خبز برجر لا ما اسمح لك تذبح حياني معاذ لا اريد ان اكسب ذنبا معاذ حدويني ردها اشكر والده ما يفز من عنده ذبابه هذا اعطيته مثل استرى على ترويض الدباب ها شش هذول ثلاثه في ضربه واحده ها ما تحد لك شو ثنتين مع بعض والله ما يوز وحده والله ما شاء الله حدويني 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 ها شش انت حدوتي عذاب الدب عم معاذ واحد انا بترزق بحذياني
الله لا يوفق العيد انا لا تسقى بحد لا تحد ياري يا حبيبي هي عندك سروال ازرق طق به خلاص خلاص ها ودي باقي بتاكل فهمت ولا ما فهمت باكل يعني اذا ما بتاكل الحين هذا العيون هذا العيون العيونكم هذا الهدف كفو يا معاذ بطل شو صحيح معك ماي بلا شو صحيح معك عندك رايح معك تقول باقي باكل غبي انت ها تقول باقي باكل هذاك من لا انا اتكلم عن الرز هب نسناس الهوى اللي من مهبه كمر جمر الشوق واحرقني لهيبه كمر جمر الشوق واحرقني لهيبه والبلن القلب في قلبي مشفه كل شفه بكل ضلع يا حسيبه كل ضلع يا هلا العشق الحقيقي والمحبه لا حد عندي يطري لي حبيبه لا حد عندي يطري لي حبيبه خاف والله في نيوف اللي احبه وادعو والله يا عسى ربي يعينه وادعو والله يا عسى ربي يعينه كبرياء النفس ما بين الاحبه اول اسباب الجفا وعظم مصيبه الله اكبر السلام عليكم ورحمة غريبة ليه اليوم مطقبين بذا الأزرق؟ أنا وخالد يعني الله أخذ محمد والله معك ما بعد إيش قال إيش قال؟ قال عشانك لابسته بأزرق كله يعني أزرق يعني لا صغاطة لا صغاطة ها؟ صغاطة علي صغاطة كيف صغاطة؟ اسقط علي ايش معنى اسقاطه ترى ما عرفت الا هنا ايش معنى يعني سب بس بكلمه محترمه يعني الله اكبر الله اكبر اقول لك عندنا الشيبان انا يوم عرفت اسقاطه وانا اي شيء اشوف تحت شيء اسقاطه الشيبان الاوائل الشيبان الاوائل مو سببي السلام عليكم اسقاطه الشيبان الاوائل عندنا يقولون لا لا الشيبان الاوائل عندنا يقولون ما لهم كذاب الا مكذاب بطل مكذب ما انا اقول لك ما له كذاب الا مسلمي امسك حوزوا ذولا حوزوا امسك 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 حوزوا امسك طيب طيب يا رب لا يا ربي هذا مشكله كثير كلنا طرت خلي التكنس اخر شيء اسمع خلي التكنس اخر شيء سوي مصيبه كبيره عشان سوي لازم يفك ذي لازم يفك ذي ولا انا تعبان دبان كثير جو بارد زياده مالهم كفيل انت معلوم كلام انا والله ما يبغى معلوم ولا ما في معلوم لو سمحتي الله يستر كل دنيا كربان ما في كويس والله انا مره كويس انا مية مية ماجد بيطول شكله بيلهي علينا يقول اسمع عبد الله هذه هدا معاذ الله الله لا حسد تكفي معاذ لبيه تكفي معاذ مجار ملكة فاسلم أرقى سنوت وجباء تعاوني على العيشة أبشر بس أنت ذا الحين قوم وكفكف الأشياء وجايك يلا قمعي درب الهوى ما فيه